يتم التأكد أولا من الواحد من مرين وسمكة، وسمكة لا يقل عن 4 ملي. أولا لعزل السطح يتم تنظيفه تنظيفا جيدا باستخدام أدوات النظافة، ثم بعد ذلك نقوم بعمل رقبة أزاز حوالي جميع جدران السطح بارتفاع 20 لـ30 سنتي، وبنعملها ليتم تسهيل التصاق ألواح المنبرين مع الجدران. ثم بعد ذلك يقوم العامل برش بتومين على جميع أجزاء السطح تحت قبل فرش ألواح المنبرين. يتم الآن فرش ألواح المنبرين ويؤكد أن يكون الترقب واللحام 10 سنتي أقل حاجة بين من ألواح اللوحين المنبرين فوق بعض. العامل بيقوم فرد ألواح المنبرين ويجب مراعاة ان المادة من المنبرين تكون سايحة وتطلع بينهم زي دي كده بالظبط، دي لازم نتأكد منها انها موجودة طالعة بين الواح المنبرين. بعد ما بنخلص التركيب واللحام بنملى المسطح بالكامل بالمية، طبقة من المية بتبقى تقريبا 10 سنتي برضه، بحيث ان انت تتأكد ان مفيش نقطة مية بتتسرب بعد ما خلصت العزل. والعزل ده او المدة بتاعت الاختبار بتقعد تقريبا لمدة اسبوع، بحيث ان انت تكون اتأكدت ان مفيش اي حاجة اتسربت في الدور اللي تحت. بعد كده لو انا هعمل عزل حرارة بيتم ازالة المية، ونشوف بعد كده ان شاء الله هنعمل فيديو عن عزل الحرارة وطريقة استلام ان شاء الله. لو في اي سؤال او اي استفسار ياريت تسيبوه في الكومنتس اسفل الفيديو، هرد عليكم ان شاء الله.